بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام السعوديين مكسباً كبيراً بعد أن وقع عقداً مع واحد من أهم أنديتهم، لكن تلك النجومية لم تلبث أن تعرضت لاختبار صعب أمام عدسات المصورين بسبب الحركة التي فعلها النجم وأثارت حالة جدل في السعودية بعد تصويرها في شهر رمضان الكريم، وما له من مكانة لدى المسلمين كافة وخصوصاً في بلاد الحرمين الشريفين. ما أن وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أرض السعودية في ديسمبر من العام الماضي حتى تحول إلى أيقونة احتفال لدى الإعلام السعودي والدوائر الرياضية في المملكة بعد انضمامه لصفوف نادي النصر السعودي في سبيل الحفاظ على مستوى النادي قوياً كسابق عهده. لكن وقائع الأحداث التي شهدتها مباراة ناديي الهلال والنصر السعوديين الأخيرة والتي خسر فيها الزعيم أمام النصر بهدفين بدون مقابل تجعل استمرار الصفقة القائمة بموجب العقد الموقع بين رونالدو ونادي النصر على المحك. كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي عقداً لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك بموجب صفقة انتقال حر من المقرر أن تستمر وفق التاريخ الموقع في التعاقد بين النجم والنادي حتى عام 2025، وأصبح العقد منذ توقيعه ملزماً للطرفين، وقد برمج اللاعب مشواره الكروي على ذلك بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. معروف أن رونالدو نجم أساسي للأخبار الرياضية، ومن الطبيعي أن تركز عليه عدسات المصورين في اللقاءات الرياضية كافة، لكن ما حدث أثناء مواجهة فريقي الهلال والنصر لم يترك مبرراً لتصرف اللاعب الذي قام بحركة فسرها الجمهور على أنها حركة غير أخلاقية. تسبب المقطع المتداول للواقعة في المملكة في حالة جدل واسعة النطاق، وأمام حالة الغضب اضطر نادي النصر السعودي الذي يلعب له اللاعب إلى الخروج ببيان توضيحي لاحتواء أزمة يخشى أن تتفاقم، خصوصاً وأن القرارات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بالرياضة في المملكة لا تقبل المراجعة أو الإلغاء. بعد اجتماع عاجل عقدته إدارة نادي النصر خرجت ببيان مفاده أن الإشارة التي صدرت عن النجم البرتغالي والتي تم تصنيفها لدى البعض على أنها تصرف غير أخلاقي خادشاً للحياء ليست حركة مسيئة، وما كان لمنتقد اللاعب أو النادي أن يذهبوا بها إلى ذلك التأويل، لأن نفس اللاعب تلقى ضربة قوية في منطقة معينة من جسمه، أي أنه يعاني ألماً ولم يقصد القيام بتصرف مسيء. لكن بيان النصر يصعب أن يتم التعامل معه بحسن نية، لأن احتمال وقوع اللاعب في مخطط الاستفزاز أثناء المباراة وارد بقوة، حيث هتف الجماهير باسم ميسي أثناء مغادرة رونالدو ملعب الملك فهد الدولي. تصاعدت المطالب في السعودية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في مثل تلك الأحوال بحق النجم البرتغالي، بينما حاول بعض الإعلاميين المؤيدين لنادي النصر تبرير ما حدث والدفاع عن اللاعب. يستدل المدافعون عن رونالدو على أنه حين قام بذلك التصرف غير المقصود لم يكن وجهه ناحية الجماهير وكان ينظر إلى الأرض، وتبقى الكلمة العليا في النهاية للجنة الانضباط التي تحسم الأزمة. جدير بالذكر أن هناك أطرافاً من خارج الدوائر الرياضية بدأت تطالب بتطبيق العدالة على رونالدو وعقابه، كما حدث من قبل مع أحد اللاعبين الأفارقة الذي كان محترفاً في السعودية وأتى بتصرف مسيء فتم إيقافه ومنعه من اللعب في السعودية.